اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. عشر حقائق مذهلة عن دانيال رادكليف نجم هاري بوتر. اشتهر الممثل دانيال رادكليف بتمثيله دور هاري بوتر في سلسلة الأفلام الشهيرة المقتبسة من سلسلة روايات هاري بوتر للكاتبة جي كي رولينج، كما لعب دورا في مسلسل The Simpsons الشهير، بالإضافة إلى علاقته المقربة بتشارل ديكنز. إليك عشرة حقائق مذهلة حول النجم البريطاني دانيال رادكليف. الحقيقة الأولى، رغب دانيال رادكليف باحتراف التمثيل منذ كان في الخامسة من عمره. كان أول ظهور له بعمر 10 سنوات على قناة بي بي سي وان في العرض التلفزيوني المقتبس من رواية ديفيد كوبرفيلك للكاتب تشارل ديكنز، حيث لعب دور فتى صغير في الرواية. الحقيقة الثانية، لم يكن هاري بوتر وحجر الفيلسوف عام 2001 الفيلم الأول الذي مثل فيه دانيال رادكليف، حيث ظهر لأول مرة في هوليوود في فيلم The Tailor of Panama عام 2001، وهو فيلم مقتبس من رواية جون لي كاري 1996 البوليسية. الحقيقة الثالثة، هل تتساءل كيف حصل دانيال رادكليف على دور هاري بوتر؟ حضر دانيال مسرحية بعنوان Stones in the Pockets مع والديه، وبالصدفة كان ديفيد هيمن منتج أفلام هاري بوتر يحضر تلك المسرحية أيضا. قام والد دانيال بتقديم ابنه إلى ديفيد هيمن، ومن النظرة الأولى اعتقد ديفيد أن دانيال رادكليف هو الطفل المثالي لتأدية دور هاري بوتر، لذا ذهب دانيال إلى تجارب الأداء وفاز بالدور الذي جلب له الشهرة. الحقيقة الرابعة، كتاب دانيال رادكليف المفضل من سلسلة كتب هاري بوتر هو هاري بوتر وسجين أزكابان، وشخصية هاغريد هي المفضلة لديه. الحقيقة الخامسة، دانيال رادكليف معجب كبير بأسطورة الكريكت ساشين تندولكار، وقد حصل دانيال على توقيع لاعبه المفضل بعد مباراة كريكت في تموز عام 2007، ولعشقه لهذه الرياضة طمح دانيال إلى لعبها في إنجلترا. الحقيقة السادسة، يحب دانيال كتابة الشعر، وقد نشرت أعماله عام 2009 تحت اسم مستعار جايكوب جيرشون، كما نشر 4 قصائد في صحيفة رابش. الحقيقة السابعة، يعاني دانيال من خلل الأداء التنموي، وهو اضطراب يؤثر على قدرة الدماغ في التواصل مع الجسم، مما يصعب من أداء الوظائف الحركية. إن حالة دانيال متوسطة، ولكنه واجه بعض المشاكل في أداء المهمات البسيطة مثل ربط شريط الحذاء والكتابة. الحقيقة الثامنة، بالإضافة إلى فيلمه الأول على الإطلاق، فإن فيلمه الأول غير المتعلق بسلسلة هاري بوتر هو ديسمبر بويز عام 2007، وأول فيلم له بعد انتهاء هاري بوتر هو The Woman in Black عام 2012، وقد حاول أن يبتعد عن شخصية هاري بوتر في أعماله، لذا قام بالتمثيل في مسرحيات برودواي وفي بعض الأفلام الهندية. الحقيقة التاسعة، قام دانيال بتأدية بعض الأدوار الصوتية في مسلسل The Simpsons الشهير، حيث أدى صوت شخصية إدموند في حلقة Three House of Horror 2010، وشخصية ديجز في حلقة بنفس اسم الحلقة السابقة في 2014. الحقيقة الأخيرة، يحب دانيال رادكليف العزف على جيتار الباس، حيث أخذ درسا من زميله الممثل غاري أولدمان الذي مثل معه في فيلم هاري بوتر وسجين أزكابان. كانت هذه مجموعة من الحقائق الممتعة عن دانيال رادكليف نجم هاري بوتر، قدمناها لكم من قناة قصة حياة. اكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم بهذا النجم، وما رأيكم بسلسلة أفلامه المتعلقة بهاري بوتر.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.